هذا حمادي شايل ورورة وجاي علي. يمه شهاب، يمه اسم الله، استر علينا عبود، الله يستر عليك. لا مو شهاب، مو هذا، هذا حمادي فد واحد مجرم وعنده سوابق، كل شيء يطلع من ايده. شوف كل شيء يطلع من ايده. شوف لمن وصلتنا يا عبود. شوف لك. انت قضيتك ما راح تنسد الا ينسد حلقك، وراح اسد حلقك بالرصاص. Yo!
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تعالوا وياكم، تعالوا وياكم يا بيت شمال، ها؟ إنه بتورطونا ويا الحكومة، خايبك احنا ايش قلنا؟ سولفنا ايش حكينا؟ شفتوا؟ شفتوا وين وصلتونا بالتالي؟ حجي سبهان، خاله حمادي ما يرد، حاولت وياه ما سمع كلمه، شو اسوي له؟ خالك حمادي فد واحد شراني، يا ما حكيت وياه يا ما نصحته، ما يسمع كلام الاكبر من عنده. ما يسمع كلام الاكبر من عنده. يا جماعه شلون نخيط هذا الفتق والشق اكبر من الرقعه؟ نطرح خاله حمادي من القضيه، ونعوفه بطلبه ويا شرطه، خلينا بامي وابويا وخاله قدري. خوش، كون وافقتوا على اللي وافقت عليه الحجيه؟ احنا موافقين عليه حجي من زمان. حجي سبهان، شي يريد عبود نطيه ونخلص. خوش، ننطي. ما حد يلومني هسه سيدي لو زيدت العيار. عيار ايش؟ عيار ايش يا عبود؟ عفوا. عيار ايش؟ انا ابو القضيه ومسجل دعوه وعندي شهود اطباء وسسترات وانا ابو الحق. اي يعني انتم مو شفتونا احنا نبيع جقاير مفرد على الرصيف؟ هاي يعني احنا صرنا صفر على الشمال. سعدت الغيرة. وهي ايش وقت نزلت الغيرة سيدي؟ القانون امر بالحق، والدولة امرت بالمعروف، والشرطة في خدمة الشعب، وانا من الشعب من الجماهير الكاتحة سيدي. اهو شي فضة عدوية. لا 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 سيدي، من فضة من فضة بحيل الله من فضة، بس انت شوية على كيفك من الصياح وياي، يعني هسه انا يعني على الاقل خاطر هالشيبات اللي بشوار بي براسي، يعني هسه انا قد اخوك الكبير يعني، والفرق بين السما والقاع ما بين عبود الضامن او جماله وفتنه وقدري. خلاص 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 كافي، لو تريد ترفع علي قضية تعويض لانه صيحت عليك خلاص. المواطنون سواسية أمام القانون، تقبل أردها عليك؟ ودا أقول لك سيدي، وأنا لا أشتغل عندك ولا مسوي جريمة حتى عند اللي قبالك. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخي ايش رايد؟ خلصني. ورث لي. نعم ورث سيدي، ورث ورث. أريد أرفع التعويض. من حقي ولا؟ شنها الورد المفتح على وجنات الفوق، يا سلام. الله ومان الله سحر امك ست الجمال والحسن، اتحدى اي وحده بجمالها وبحسنها طبعا. اي توفيق. نعم دكله العقلي اكله، تعال هنا انا جاي. ما تقول لي هاي الحلوه منين جايب لي اياها؟ يا حلوه هاي، وين اكو حلوه؟ ليش اكو حلوه؟ هذا تواضع منك وداد، هذا تواضع. ليش تعتقدين اكو وحده تجي تجرى وتوقف قبالك وتقول اني حلوه؟ لا يستحيل، انت الحلوه وبس، انت ست الجمال وبس، انت نجم ساطع بالسماء. اي دكله العقلي اكله. توفيق الكرسي الاكشر هذا خلى بينا لمعه بعد. لا لا مو بالحيف، مو بالحيف وداد، ودادتك انت، انت احسن قوام لاجمل مدام ودعتك. شو اسوي للمرض هذا؟ شو اسوي له؟ اخذنا غفو وما طانا مجال، بس ودعتك قهره، قهره وذله بروفيسوريه.
اطباء علماء اجيبهم واخلصك واسويك حمامه. ايش تردين بعد؟ توفيق، هاي البنيه جاهله وحلوه وعندك ولد شاب. يا ساني الرجال ما قادر عليه. الدوره تجيب لي بنيه حلوه وعندي بالبيت وعندي ولد طالع عليك. لا لا، هو ابني غسان تربي تربيه عاليه، ما طالع علي ودعتك. ما طالع علي. بس هاي البنيه ودعتك بالله، مؤدبه وعاقله. لا انا قلت لها اي ملاحظه مو زينه ما تعجبني الزمها الباب. هي فادتكم اليوم؟ لا هي زينه، مكينه بالشغل، لطفت لك البيت ورشت معقمات بالحواشي، لا وفرشت الغرفه الفوق. غرفة الفوق؟ وشون تصعدين؟ قالت لي أنا أصعدك. لا زينة مو قاصرة. لا عاد أنا شريد يا ودع شريد، أريد رضاك وبس ودعتك والله. توفيق. نومتها هنا مو صعبة؟ هو احنا نجربها ونشوفها. جبت لي الدواء؟ إي لا، عندي صديق صيدلان قال لي هذه تنصر في الوصفه مره واحده وبس. اي بس هو قال لي قد ما بفائده للمرض لا بس ياذي المعده. جربت الحين للطبيب ضروري. بعد ايش توفيق؟ هذا شلل، لا التهابات ولا اعصاب، ضمور توفيق. اي لا بس يعني ضروري ترحيل الطبيب باكر السايق، وان شاء الله ترحيل يصير زين ان شاء الله. لا بابا. بلي. خبرتك عمه شفيقه. وش بيها عمتك شفيقه يا ستار؟ بابا خطيه جهلها جواع. لما ياكلون يشردون يعني اجي اكلهم؟ منين يابا؟ ما تقول لي منين؟ انت تعرف كل زين حالتهم الماديه مو زينه. هذه رجلها تقاعد، والتقاعد مالته ما يكفي مصرف يوم واحد. الطبيب قال لها اطفالك عندهم سوء تغذيه، واذا يبقون هالشكل راح يوقعون. بابا الله يخليك ساعدها، هي هم اختك. ابتلي بيمن انا، بيمن ابتلي، كم بيت عيل فهموني. يلا يلا سهله، الله كريم. باجي وداد، هذا دواج. لا راح اخذ من هذا. شوف والله ماما خلها. شوف ماما، هذا الدواء اخذي من عنده مره واحده وبس، لانه هذا ياثر على المعده. زهقت من نفسي ومن الادويه، ليلي ما اقدر انام. الله يساعدك ماما، الله يساعدك. ايناس باكر اخذي ماما للطبيب. ان شاء الله. باجي وداد، اسمعي كلام سحر. دفاتر امتحانات يوم هاي شنو؟ لو تعوفين للغسيل هسه وتقعدين ترتاحين، انت ضيفه عندنا مو جايه حتى تشتغلين، بعدين انت قاطعه مسافه طويله وتعبانه. هاي شنو منك؟ قولي قابل اني دا اشتغل ببيت ناس غربه لو ببيت ابني، بعدين البيت لازم يكون مستعد اذا اجى وقتها السناء بالسلامه. ما تصير لك ترى يوم، طبعك ابد ما تغيري. انا لقيت المي بالتانكي قليل ومي الاساله مقطوع، جبت جدر ترسته مي خليته بالسطح جو الشمس الى ان ركد الطين، بعدين فورته ودا استعمله. امي مبداها الوقايه لا العلاج. واهم وقايه بالريف المي. المي اللي تستعملوه لازم تغلوه، لان الغلي يقتل الجراثيم. اوه راحين هسه ما وخير؟ لا شرب وغزات. دي فهميني حتى هسه اركض بيك المستشفى القضاء. حتى لو ما تركض، ما دام عمه وهيبه بالوجود، انا امرغتها. يطلع ابنك يضحك للهوى. اوه اوه سنا سنا ايش فيك؟ وين الالم؟ جوه عمه جوه. يبين الطفل نازل، لازم هسه ناخذها للمستشفى، يمكن ما تتحمل للصبح والمستشفى بعيده. تقومي يلا الان. يلا ما عليك. يلا انا يمك لا تخافين. يلا اوه اوه اوه
ليتهن. اقول لك ابويا حسين. ها حجي. قل الحجي الوالده وين تنام؟ غير عليها الشربايه. خايب ادري على هالفلك هذا، لكن هي عليها صفحه. هي تنام على الصفحه كلها تنام هي. ها. تشوبك وينا؟ ابويا الدعبله تجي دفره والدعبله جوه. يا عميك الله على هالسالفه، يا جماعه جروا ويا جروا. يلا جروا ويا. هي لا ترى شوف مو بعيده. هاي الكاشيه. صدق كذب اهل اخوك. هي هاي الكاشيه اللي بيها الفلوس. اقول لك حسين. ها عمي. قزمه. قزمه. يلا ماما يلا حبيبتي اصبر امسك دقايق ان شاء الله وتفرج. يوم سعيد يا عمي. بالله رجاء وين صاير جناح الولاده؟ يعني اول باب علي اليمين. يلا ماما علي. الله 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 الله، شنو ابوي؟ فرع البنك المركزي تعسري الحجيه؟ ابي صديق كذب، كل هاي الفلوس لمت الحجيه منين جابتها؟ وين ودتها؟ لا والنا وش تقول لي؟ تقول لي ما عندي جهاز موت. حلها شغمجها كلها فلوس، هات كم برج مال طيور اقدر ابني بيهم؟ ولك يا برج مال طيور. طيور يا طيور. مو طيوري؟ وخالو حمادي جوع ويضطر اني مكسرات لما يلزموه، وانا طيور تهلس ريشني من الجوع، وحتى فلوس دخل ما عندي. ولك يا دخيل يا طيور، انا بدك هيش بسود انت. مو دخون؟ مو يا ايش كثر هاي الفلوس؟ شيعتين وايش كثر نطلع فوز؟ وهاي الفلوس معطانا بطلاوه يا عمي. فلوس فلوس شو داعي اجيب منكم اني؟ داعي اجيب منكم؟ لكم بابا انا حقي واضح ومعروف ومسجل عند الحكومه ومصدق رسميا. بعدين شفتوا تاليته؟ شفتوا؟ شفتوا بعيونكم؟ كل ما تشدون وتعاندون تاكلوها. اما اخو ذاكله فانت عمادي فراح يحيلوا محكمه خاصه بالداخليه، والله اللي يعلم ايش راح يطلع عليه ما عليه، طبعا هو يعرف كل الزين هو شو مسوي، وانتم بالذات تعرفون كل الزين هو شو مسوي، يا بي اذا ما اسبيكم سبايه فلا اني عبود الضامن رجل نسيمه او شاب. ها عمي تسمينا سبايه بيش طالبنا ابوي؟ انت صاير نار وشرار علينا علي من ابوي، انت طلبتك ويانا، لو طلبتك ويا حجي فتنه. عمي انت ردت فلوس. هاي الفلوس. اي تشابه بعد تتعقد الامور علي من يعقد الامور. شنو اعقد الامور؟ شنو اعقد الامور؟ لكم بابا 3 ملايين ونص بدل تعدي بالسلاح واشهار السلاح على بيتي وتهديد حياتي وحياه زوجتي وحياه ابني، ولو ما الله سبحانه وتعالى اخ ويكيدون كيدا واكيد كيدا. قصدك عبود يعني شنو؟ لك 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 وسمعت صوتا هاتفا لك هذا منو قاعد يطنطن بداني؟ منو لك هذا منو؟ لك شوف انت حسيب طويرني، شوف انت حسيب طويرني، تعال اقعد. شوف انت حسيب طورني اذا حجت السلم انت حصتك السكته. فهمت؟ على كيفك يا انا على كيفك. يا شو صاير لي انا وانا وتتندر لي واخو خيته وانا ومكسر الاستكان؟ لك هو من اللي زمني من ياختي وشمرني على الساقيه غير انت وقدوري؟ ها؟ بعدين انت يابا اسمك بالمحاضر موجود ومطلوب. عبود ارجوك. عبود ارجوك. انا ابو شهاب. عبود شنو؟ شنو الميال بينكم وبيني؟ ها؟ شنو؟ بعد شنو؟ اكو ضعف عندي؟ ضعف وخلل بدفاعي؟ بابا اعتداء حمادي على بيتي بالسلاح تعويضه مليون. هاي اشتغلت هاي. ويصير 4.5 ملايين عدا ونقدا. ويقول لك يا بهالايام طالع ابو ال 250 فتوفرون علي وعليكم يعني الوقت بالعد والحط والشيل. وانتم جايبين الفلوس مو؟ خلينا اخذ. دي شوفيها شوفيها اسم الله عليها تخبل. ألف مبروك حبيبتي، الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. أمين. تعال حبيبتي ليش تبكي؟ شوفيها تخبل قمر 14 طالعة على أمها. يوم أشوف أمها وبس لعد أبوها وين صار؟ فؤاد حبيبي أنت الأمل والرجاء بيك البركة. أشكرك حبيبتي. هم الصغار اول ما يجون كلهم متشابهين، يراد لهم فتره الى ان تلقون اثاركم بيهم. يلا يلا اشو تندري وصيري شاطره وربعينا اياها البتك. هسه الرضاعه طبيعيه ورا نص ساعه من الولاده، لو سويتي نفسك غشيمه. يعني انا هسه اقدر اروح انام؟ ايش قد تحب النوم؟ اي مو تدرين عندي دوام يا عيني. يلا تصبحون على خير. ها صدق؟ البنية يحتاج لها اسم ببيان الولادة، فشن نسميها؟ شن نسميها؟ لقيتها، نسميها وهيبة. هم وهيبة؟ ليش يومك أحلى من اسم وهيبة؟ وهيبة الكل بالكل.
يلا تصبحون على خير. مع السلامة. لا حبيبتي. لا ماما لا. يلا يلا. يلا هسه نرضع نرضع. ها؟ وهايهم الك وتستح. حقك هالي وشا. ايش قلت؟ هاي نص مليون. والله ما تعيد رحمة لوالديك. عمي نص مليون دينار. هايشه. هايشه اذا تندعم بالشارع فصلها نص مليون. هسه حتى لو معتبرين اني او مرتي وابني هاي شو ثور وعجل هاي فصلهن مليون ونص. انت ايش لاقي للناس؟ عمي حمادي راح محكمه خاصه وباذن الله يروح بيها. ما تقولي ايش رايد انت بعد؟ ايش رايد؟ المره ورجلها واخوها الوسطاني بالسجن واخوها الكبير بديل الشرطه ومثل ما قلت انت اقل شيء يروح اعدام. ايش تريد بعد؟ ما تقول لي ايش رايد؟ شويه انسانيه عبود، الانسانيه وين صارت؟ اي ما يصير هالشكل، قابل الناس غلطت وعثرت وياك. عثرت موت! الناس صار لها دهر تنذبح وتنصلخ وتنقتل على ايدي ناس من امثال قدوري وحمادي وفتنه. ايش كم وحده دفعت حياتها ثمن 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 موس حجيه فتنه وقبرها، ايش كم وحده؟ وفوق الحمل تعلعوه. ها؟ ايش كم وحده سقطتها حجيه فتنه واخذت فلوسها؟ عمي حمادي قاتل وناهب طبعا، يعني مو زين الله سبحانه وتعالى هداني حتى احمي المجتمع من امثال هيك زمره منبوته. عبود انا هذا كلام زايد، ما تخلينا هذا يطلع. لو هسه على كيفك. تزعل يا شرطه. اقعد اقعد على الشرطه. على كيفك ابوي، على كيفك انت شماك. يطلع اقعد على كيفك. ايش قال وزن؟ يطلع احسن وخليها تمر سلامات. عبود شوف الموضوع هذا وخلينا بالمهم. انت عصبي كلش وانت اعصابك متوتره. شيلوا فلوسكم. شيلوا يا بهاي هم انا 25 من عندي. شنو 25؟ شنو 25؟ شنو طالب منك دون درما زيدني شويه؟ لطعه؟ 25؟ ست طبقات بيض ما تجيبها ذني، شنو فلوسكم؟ شنو؟ هاي مني 50 الف. شوفوا 4.5 ملايين تدفعون اهلا وسهلا، ما تدفعون خلوا القانون ياخذ مجراه بيني وبينكم. عمي عليك. ولا ما تريدون اكو حكومه واكو شرطه واكو حق وحقوق هم اللي ياخذون الحق. ابوي علي من هالشرطه. ابوي ترى الوادي هم تأذت وهذا الدرس ما راح ينسونه طول عمرهم، وانت سويها صدقه على راس ابنك. الله سبحانه وتعالى رزقك ولد وطلع مرتك سلامات وفرحت بيهم، وخلي الوادي هم يفرحون. اوف وبنص مليون جاش تريد سوي انت اكثر. ها هاي هم من عندك. ها بويا بويا يابا مليون للراس. ايه لا تحكي بعد. ترى انتو فتيتوها للشلوه تدرون لولا. أظن حربتك تنادي علي. ما عليك انت. شوف يا جماعة، شوف يا جماعة، ترى أنا هم عندي عشيرة وعندي جماعة بالبصرة هناك أسامط بيهم وأجيبهم أسويهم فرشة وأطلب ترى بلاوي. ها بلاوي أطلب. خليني دفع. وين عقلك؟ ايش بيك يا عين؟ ايش بيك؟ مليون وربع، تعرف شو يعني مليون وربع؟ يعني تجلفنا وتطلع كل زنجارنا. بس انت عمرك عالم بربعه بثلثه. يدقبل دقبل يا عبود في الوضع. طاقة القدر انفتحت علينا على عين هالطفل هذا شهوبي. دقبل في دوري وحلك بعد عمري. دقبل بمليون ولا ترفض عيني. اقبل في دوري. سمعيني ولك هذول وضعهم مهزوز تعبانين، وهاي لازم ايش قد استفيد من عندهم ايش قد ما اقدر. خش جوا خش جوا انت. اقبل في دوري. خش جوا خش جوا. عمي هذا حيال مقربان. شو اتفقتوا؟ شو اتفقتوا؟ ولا تقعد انت. شو اتفق؟ اقعد. شو اتفقنا يا عبود؟ الظاهر احنا لا عده تقدير عندك ولا انت تشتري وجوه. بويا فوق ما شيل القضيه. خل اشتري اماني وحياتي عود بعدين نحكي بالشكليات. ها ايش قلتوا؟ عبود عد المليون ووقفنا. اي وقفتوا؟ خوش لعد. اخذوا مليونكم وروحوا الله وياكم. يا الله. اقعد برقص بيك انت. اقعد. هاي شغلتها يم الله. عد الله ما يضيع الحق. اكو حكومه وشرطه وعندها كلام الفصل. ها هددنا. ها وش سويت؟ اذا الحكم مخفف استأنف. بويا دلطوا 4 مليون وفضوها. اخر كلام قول عبود. والخاطر ابني. عمي يسلم راس ابنك بس فضمه. والخاطر جايتكم. اسلم ابو شاب رحم الله والديك. يا ابا انا اتنازل عن النص واقبل باثنين. لا شوف يا بعدنا بعد. اي لا عاد هاي نرفع الزحمه وكل من نروح الشغله. يلا يا الله. اقعد 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 انت لا طف عينك. شوف عبود هاي هم مني وصار مليون وربع وفضمة. شوفوا يا جماعه ترى انا كلش تعبت بعرضي. يعني ترى يعني اللي هنا وكافي وبس. عبود ترى مليون وربع مبلغ مو شقه. ها كلام مو شقه.
طافة بسبع البار ما تجيبها الايام. لا اله الا الله، الصدق انت حيرتنا يا عبود، ما تدري ايش تريد؟ عمي هاي مليون وربع، تاخذها لو شوف شغلك، واحنا هم نشوف شغلنا. بوي عبود، هذا المبلغ اوكل بيه اربع، ايه اربع محامين، اخليهم كلهم يوقفون فدوه ويطلعون حجيه فتنه وحتى اسلمها وياها بعد. الله ويتكم، الله شفتوا علي جايين لهنا وبالتواسيل وجايبين فلوسكم، يلا وتوكلوا لك اربع محامين وتخشون بالمعمعه. هاي محاميها بس رب العالمين، ورب العالمين قال الحجية فتنة. لا آمنت بالله، آمنت بالله. وعبود شي يقول؟ أبو شهاب، أبو شهاب شي يقول؟ أبو شهاب يقول نهي نهي. ها اي نهي نهي. هاي عبود جاخوش ما طول نهي نهي، ظل عن نهي نهي مالتك. ها يلا يلا يا جماعة امشونا. مع الأسف كسرت خاطرنا ورجعتنا. يلا ابو زهره امشينا. وكل من يعرف تصريفه هاي. اكفوا دكفوا يا جماعه دكفوا. عيب هاي يا جماعه، والله هم واحد همشي يحكي يعني والله عيب. واحد وحشي واجه رب العالمين يوم لا ينفع مال ولا اقول ادني ايش قدني. بويا هاي مليون وربع خوش خلاص خلاص، بحطه فوق الربع. لا اخو هاي لا 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 لا. انت صدق طماع. لا بويا هذا حد نوبس، ترضى ترضى ما ترضى يلا مشونا. دقيقه يا جماعه دقيقه، هسه احنا مو سهلنا وياكم هاي الشرطه. لا عبود انت ما سهلت وعقدت هالسالفه. ايش يعني؟ اي زين العد انا موافق. انا العد خسرنا وياه. ايش فيها الحماس؟ يلا علقوا طيروا. تعال لا يطلب تعويض. ولج نزيمه ولج ولج قاعده ولج نزيمه ولج قاعده ولج ولج قاعده ولج ولج جماعه ولج وقت موت انت ولج من جتان جتان. اوف يا ربي، شو كنت تاخذ امانتك واخلص. ليش ام غسان ليش؟ يومك بعيد وعمرك طويل ان شاء الله. باجي وداد الدنيا تنحب. الي اني ايناس، الي شبيها ينحب. وش بيك انتي؟ اشوف صحتك زينة، ايديك، نظرك، سمعك. بعدين هو الدنيا عزيز. بس اني كرهت كل شيء ايناس، كرهت الدنيا وما بيها، كرهت حتى نفسي. كل هذا على مود الرجلين. هسه هم اللي عندهم ايدين ورجلين وجناحات، شو مسوي؟ بعدين انا سمعت سحر نقول الاطباء يقولون لو نسوي عمليه بالنخاع الماما يمكن تصير زينه وان شاء الله. الناس روح ارتاح عيني، احنا اليوم هوايه تعبناك. تعبك راحه باجي، الجرس يمك، ايش تحتاجين بس دقي. صباحنا على خير إناس. صبحي على خير وانت بخير. كان انا اسوي لك الشاي. لا لا ما بتكلفك. شلون الاحوال؟ الحمد لله بخير. غرفتك اثيثها زين؟ تاثيثها كلش حلو. ولو انا بدك الغرفه الخلفيه اللي بالملحق شويه اوسع واكبر وشويه. لا هاي الغرفه احسن حتى اكون قريبه من باجي وداد. تليفون خليته جوا المخده مالتك.
اللاسلكي. باكر الصبح تكون مغسان نايمة، جماعة رايحين للمدارس، اتصل بي عندي حكي وياك، لأن ما أريد أتصل هنا ويرن الجرس بالبيت. الزم. هاي شنو الفلوس؟ شنو هاي؟ عمي عثمان، هاي الفلوس 100,000 دينار إلك. انتو حزانة آمنتوا بالله وأنا مثلكم، بس الجهال شنو ذنبهم وجايهم عيد؟ فائزة وأخوها لازم يعيدون. هذا عيد الله. في جربوع مثل هذا يا جماعة بعد ما تحمل هذا وده حمادي للإعدام. حي على الصلاة يا جماعة الخير. أنا أشك هالزلمة هذا متسوس، وحتى أشك بحمل زوجته. شلون تشك بي وأنا بيدي هاي ضربتها 4 أبر؟ إلا أقلش حجي، هي بطنها بطن حامل. لا إله إلا الله، يشككون بشغلتي. مو المرة كانت بول طلقاتها، بس أنا ما أدري شلون غلبكم هاي الغلبة. عمي لو ما يسقط الزلمة القضية كان رحتوا 9 قاصر. بفلوس دفنتي مو؟ أخ عبود أخ. استهدي برحمانك حجي فتنة، هو ايش قد فلوس دفنتك؟ قابلة 3 ملايين. لا عاد فاتحتي يداينوها، هي شنو؟ تلف فلوس. سودة ابوك ايش فتنة؟ 10 سنين واني ألم بين. إيه اللي يعوف الحرامي يا أغلى فتاح الفال. ولا ديرين بال حجية فتنة تعيشين وتجيبين غيرهن. منين؟ مكون الله لا ينطي ولا يوفقه. هسا أقلها وكلنا بيها محامي الحمادي. حمادي سودة علي أخويا، سودة علي بيا ولا بخوتي. حجية فتنة، حمادي استلمت المحاكم الخاصة وعليه كوم اعترافات، لا وحدة ولا 2. بس ترى احنا منعوف ثارنا ها؟ خايب يا سارك انت. عمي كفو. هو ظل ثوبكم بمجال الرقعة؟ يا جماعة يا جماعة سلموا أمركم لله، وإحنا ما بينا طلايب بعد وما نظل يومية، يا رايحين يا رادي، يا رايحين يا رادي، كفوا. والله عظيمة والله عظيمة يا جماعة، فوق فلوسنا حمادي يروح من ايدينا. هذا حمادي أنا ربيته بيدي مثل جقر قلبي. لعب حلقك عيني جمولة لعب حلقك. ناوش بلوك ناوش.
تجيب لا تاخرا اللي عاشوا شغله سوالف يا عبود. تجيبي حبيبه جيبي. يا عيني هو هذا مضمار اخوه حيضم الفلوس هنا. بعد وين تريديني اضمهم بالكنتور؟ حتى حسيب اللي انا جايت علي من البالكون وياخذهن. مو هذا حسيب ما تعرفينه انت، هذا اللي كانه قلم رصاص ومخطوط، هذا مو هين، مو هذا هم عصابتي ومسلبتي مثل خاله. ناوشي جيبي. أفويش مسكوا عنبر طعم الفلوس. نسيمة طعم الفلوس مثل طعم اللوز اللي مطعم بقهوة عربية. الله الليلة أبات وياهن هنا أبات وياهن ويباتن وياي. ناوش يا حبيبي. هالشاك تخبلت عبود، أكو واحد هنا ينام. إي تخبلت تسعدنت وتخبلت وتسعدنت. جيبي ناوشيني يابي ناوشيني. والله شلون أنا ويا هالمهبول هذا. أفويش الله، من عمر عشر سنين وانا احلم تصيري المختم والتي بلوك مال فلوسي. يا الله شكل مفكر له شكل مشروع يا ابا. وحق الشهاب اللي شهب باسمه لا عصير اناسي الزماني. ناوشي دفيني. جيبي يا ابا عيوني فدوه طعم الفلوس يا ابا عيوني. دناوشي حبيبه ناوشي. شلون انا ويا هالمهبول هذا؟ ما ادري الاخوه ما شفتي ما ادري عن طوف. جيبي فدوه يا ابا فدوه جيبي. لا تاخريني ماكو شي بعد منا ماكو خلاص. والله اكيد كل شي ماكو. دقبقي دفيني دبين عيوني يا بنت. فدوه على كيفك تعورين على كيفك. دير بالك انت لا تتعب. لا حبيبي لا تخاف علي يا ابو مرتي تخاف علي يا بنت. ايش عندي غيرك انا؟ نسيمه ها تصبحين على خير وانت من اهل الخير. عيوني دفيني ظل نايم هنا ظل. ويا البلوز يا البلوز يا بنت. دزاني وعرف مرامي زمزم طرش. وين شفتي هذا المي بارد؟ هي هسه ما تعلمتي على المي مالي مال السبح؟ يبو يوميا اسبح 3-4 مرات. زمزم جيت بدي اجيب لك هدوم. تتعال هسه وقت هدوم. تعال ايدك كبالي حبيبتي. تعال عيني. يلا حبيبه. دزاني وعرف مرامي دزاني هلا وعرف مرامي صدرني وين صرتي؟ سيديش اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عيون ايه عاشتيش اي اشتوفي لي جوا حبيبتي لي جوا على باطي اقول لها بابا وين راحت؟ لا بتاعتي شاي شنو صارت هيك خشنه؟ تعي اسبحها. تعال هاي زمزم هاي شبيك على كيفك ولي؟ اشتوفي اي عاشتينك يابا. اوف اي عاشتينك. اقول لك هاي يمكن من الجلافات صارت خشنات. ابدعتي بعرضي لو اني منك يعني ما يوميا اسوي لهم فد مرتين ثلاثه هيك بدهن هيك حك تنعم العيد. شنو هاي صارت؟ شو الدنيا؟ الدنيا شوي ما يريد حبيبتي. احبيبي يلا عيني كسري لي شويه بس. دزاني وعرف مرامي دزاني وين شعاد حبيبه المي عندي؟ زمزم يلا ايش قد لقينا؟ الصابون ملكنا العين. يلا بعد شيبي يلا حبيبه. اخ يا صار ايش قد؟ الله يخليك يوم العيد جاي.
وجبت لكم هاي الغراض. وقولي لرجلك اذا ما يجوز من ايناس واخويا ستار ترى انا الك. يمه مهدي عوفه. خافي بنته. عوفه يمه. مهدي. مهدي يمه. عوفه هذا عمك مهدي اسمعك شو وياك يمه. اسمعني يمه تعال اقول لك. ايش بك يا حظي؟ ايش بك تولول مثل النسوه؟ طلع واقول هذه الزلمه واخو خيتي. طلع خلاص ولا اني خانقه بالليفه. شفتي لي شلون طلعت علي منها مثل الكوسج. خلاص انا اعلمك لك يا ابا شلون حضرت لك الا لو راد بينك وما مكانك. ليش حرقني حرقني بس وين يروح؟ اخبره يا حكني ضاري وش ضاري. قومي جيب لي تتريوك كاب الشرطه. يلا حبيبتي طيني اياها لبتك واكلي شويه. هسه ليش مكلفه نفسك عمك؟ شو بدي جيبيها يا حبيبتي؟ جيبيها انت لازم تتغدين زين حتى ترضعيها لبتك هوايه. وتعرفين انت سناء لازم تاخذين بفتره الرضاعه حبوب فيتامين اي، هذه تفيدك بفترة الرضاعة. ترى بنتك وزنها كيلوين وربع، يعني أقل من الوزن الطبيعي، فلازم تحافظين عليها من الإسهال، ترى ما تتحمل. مو بالأسبوع الأول لقاح البي سي جي؟ إي، يعني اليوم هنا على كتفها، وبعدين من الشهر الثاني تبدين اللقاح الثلاثي 3 مرات، ويا جرعة من لقاح شلل الأطفال. دا أفهم، كل شهرين مرة. إي، وبعدين يجي كل شيء بوقته. حسب جدول التلقيحات. والجدول واضح وكلش بسيط. كل شهرين اللقاح الثلاثي 3 مرات، ويا جرعة من شلل الأطفال همينة 3 مرات، وبعدين يجي لقاح الحصبة. بعدين دا أقول لك مو تشوفين نفسك صيدلانية كل ما بكت الطفلة تركضين للمضادات الحيوية، ترى هذه تحطم مناعتها. انطيها سوائل هواية إذا شفتي بطنها تطلع خفيف. أما بالنسبة للمي، فالمي تفوريه وتركيه إلى أن يبرد وتنطيها منه بالخاشوقة. شكو يا ستار؟ ريف وتقاليده. شوفي لونه هو لوثار. أكو بنية طلقوها غاد من المركز الصحي وصارت عليها مشكلة يومية طاق وطيق. حاولت آني فؤاد أخوها كلش متعصب. يلا يوم السيارة جاهزة. أي يلا يوم واخذيها لبنتك ورضعيها. سناء عيني انت تحضري، انا وامي نوصل لمدير الناحيه، بعدها نرجع لك حتى نروح للمركز الصحي. يلا يوم تفضل. كل هذا من محبه بدر؟ سمعيني زين يما فايزه. شي ما يصير لك ما تسوي. شي ما تردي ما يصير. انت يا دوب عمرك 14 15 سنه، انا وياك. شلون يعني يوم؟ يما انا لا اجبرك ولا انهاك. انا اتمنى من رب العالمين يجي ابن حلال يعرف قدرك وقيمتك، شاب على الاقل. زين يوم وانتو؟ احنا شبينا فايزه؟ شلون يمشي حالكم ويا بدر؟ يوم اخاف يطلعنا من الشقه وياخذ الغراض، يوم هذا يسويها. ربك سبحانه وتعالى اللي خلقنا ما يعوفنا حاشا لله. شفتي ايش قصر فلوس؟ على فاتحة المرحومة، على قضية أبويا بالحبس، ايش قد جاب نسوان؟ بالمليون. والشكل؟ شنو قصدك فايزة؟ ما أدري. أنتم انقبلتوا بهذا كله، يعني قلبكم راضي باللي رايده بدر، ولو لسانكم يقول لا. والشكل يوم هذا خوش تمه. إي، هذا جابه بدر، بزمتي أول باب. لا شكلك طيب من عنده. ليش هو تمن بدر الغافل بيدنان؟ Thank you.
غسان شبيك؟ أمر غسان. غسان أمر قول تريد شيء؟ لا أبدا ماكو شيء. شفت اش تأخرتي قلت أمر عليك. اي غسان انا وامك راح نروح للدكتور توصلنا بسيارتك لو نخابر للمعمل حتى يدزولنا ضامن. ماكو داعي انا اوصلكم. زين ها غسان محتاج شيء؟ لا ماكو شيء بس شعري شوي مخربط من ورا. طيب بشكل عاجبك شعري؟ حلو مو؟ الناس كل شيء عاجبني. هنا مربط الفرس. غسان انت تدري ليش انا جاي هنا؟ تساعديها الماما غير؟ وهسه ماما بدله وتنتظر حتى اخذها للدكتور واحنا تاخرنا عنها. صحيح. غسان غسان انت شاب لطيف وحباب. صحيح الناس كل شي بيك يذكرني بأخويا مهدي. هو أصغر منك لو سنة لو سنتين بس يشبهك. من جيت هنا وشفتك ارتاح قلبي. صحيح الناس. أي غسان من شفتك شفت نفسي كأنه أنا قدام أخويا مهدي. مهدي اللي يهج ولا رجل أمه من البيت. شفت بلطفك وحنانك حنان ودفو الأخوة الحلوة بي. ناس بلي باجي اجيت. نمشي نمشي. عيسى وين جايت بابا؟ واللي شو تصير من حمادي؟ ما عارف سجن. يا ولنعم يا ولا ظل تلف وتدور. انت اخو ايش ما ادري وانت ما تعرفني ابو جمره. انت الشاب هون يا ابا. هاي اذا ما شايف لك صوره وياه بدورنا تخزعل. شايف هاي شنو؟ عربون. عربون ايش؟ عربون محبة وصداقة. والله انتو بيت شمالة لا عندكم محبة ولا عندكم صداقة. مرتين طلعت ويا حماد بشغلة بوهرز قبض فلوس بالدولار ونقدني 10 وزم خطر. هسه ما علينا ابو جمرة. هاي 250,000 دينار جديدة ويحشن رقاب الجاموس. وين مطلوب؟ حياة واحد تافه. هذا عبود جارنا. هذا عبود جارك اودع بالبنك مليون وربع دينار مع الناس القارة. اريده يموت واليوم